بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، صلاة نغفل عنها كثيرا هي صلاة الوتر. انظر أخي الحبيب، النبي كان يبدأ يومه بصلاة الشفع، ركعتي الضحى أو شفعة الضحى، وينهي يومه بصلاة الوتر. الوتر يعني الفرد أو العدد المفرد، يعني 1، 3، 5، 7، 9 إلى آخره. ما هي أهمية صلاة الوتر؟ لماذا كان النبي ينهي يومه أو يومه وليلته بهذه الصلاة؟ الحقيقة اليوم سنتأمل أسرار صلاة الوتر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص عليها، وما هي الفائدة منها، وما هي الدلالة منها. أول شيء أخي الحبيب، أول دلالة إن الله وتر يحب الوتر، يعني الله فرد واحد سبحانه وتعالى. حتى إن اسم الله في القرآن، عندما نبحث عن كلمة الله في القرآن نجد أنها ذكرت 2699 مرة، هذا عدد أول فرد، لا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى واحد، كدلالة على أن الله واحد سبحانه وتعالى. واسم الله هو أكثر كلمة تكررت في القرآن على فكرة، أكثر كلمة بين كل الكلمات، ليقول لك إن قائل هذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. إذن بما أن الله يحب الوتر وهو وتر، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننام على التوحيد، يعني أن نقرأ سورة الكافرون قبل النوم فتكتب لنا براءة من الشرك، أن نسلم أنفسنا ووجهنا وأمورنا لله عز وجل لنكون في حالة تسليم كامل قبل النوم، لأن الإنسان قد يموت، الإنسان قد يموت وهو نائم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إذا قضيت علي الموت هذه الليلة ارحم نفسي، وإن أرسلتها يعني إذا أعدتني للحياة فاحفظها. لذلك كان عندما يستيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا تنسى هذه الأدعية أخي الحبيب، هذه تذكرك دائما بالموت، تذكرك أن الموت قريب منك، فتجد أن سلوكك وحياتك وتصرفاتك كلها أصبحت منضبطة. لماذا؟ لأننا نستعد للحياة الحقيقية هي بعد الموت وليس الآن. هذه حياة وهمية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هي متاع فقط، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. سميت الحيوان أي الحياة الدائمة الحقيقية الخالدة. هنا أخي الحبيب، بما أنك تنهي يومك بالتوحيد، لابد أن تنهيها بصلاة الوتر، لأن الله وتر يحب الوتر. فهذه إحدى أو هذا يعني أسرار صلاة الوتر. الشيء الثاني أخي الحبيب، أول ما يحاسب عليه المرء ما هو؟ الصلاة. أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. طيب، صلاة الفرض أحيانا أو غالبا ما نخل بخشوع الصلاة، يعني تجد أحدنا يصلي صلاة العصر مثلا ودماغه يعمل في منطقة أخرى، يصلي لا يدري كم صلى، ينسى بعض الأوقات المفروضة، أحيانا لا يتم الركوع والسجود. فمن الذي يصلح؟ ما هو الشيء الذي يصلح هذا الخلل؟ إنها صلاة الوتر، لأنها من النوافل. هذا أيضا مهم جدا، أحد أسرار أن النبي أمرنا بصلاة الوتر على الأقل ركعة، يعني لا تنم قبل أن تركع ركعة لله واحدة. يعني إذا كنت تعودت نفسك أن تصلي العشاء 4 ركعات ثم تسهر ما شاء الله ثم تنام، لا، صلي ركعة واحدة كل يوم ولا تحرم نفسك من هذا الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تقريبا 8 ركعات قيام الليل ثم يختمها بركعة، وأحيانا ب3 ركعات وتر يعني. فأنت على الأقل صلي ركعة واحدة،
إذا لم تستطع أن تصلي ثماني ركعات اثنين اثنين ثم تختم بواحدة. إذا الشيطان يعني ثبط هممك فصلي ركعة واحدة بسرعة وارتاح نفسيا. هذه الصلاة مريحة للنفس أخي الحبيب. فإذا أيها الأحبة، من أسرار صلاة الوتر أيضا أنها تصلح الخلل كما قلنا، وأن الله يحبها لأن الله وتر يحب الوتر، وأنها يعني السر الثالث صلاة التوحيد لأنها وتر والله واحد سبحانه وتعالى، فتختم يومك بشيء له علاقة بالتوحيد. إذا مت تموت على الإيمان إن شاء الله. أيضا هناك يعني سر لطيف في هذه الصلاة، أن آخر عمل تقوم به هو الصلاة، لأن الإنسان يصلي العشاء في موعدها، وبين العشاء وبين الفجر هناك ساعات طويلة حسب يعني توقيت كل بلد، هناك يعني أحيانا يمتد الوقت 10 ساعات مثلا. فإذا هذا الوقت الطويل من الليل النبي حرص أن تصلي فيه ولو ركعة واحدة، لأن يعني النبي أيضا يقول ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، ركعتين فقط. فإذا صليت ركعتين وختمت بركعة وتر، يعني ليكن الوتر آخر ما تصليه من صلاتك اليومية في اليوم والليلة، ستجد أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير. لماذا؟ ما الذي يدفعك للصلاة؟ هو طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما الذي يدفعك أن تصلي هذه الصلاة؟ لا أحد يجبرك. يعني قد يصلي الإنسان صلاة العشاء جماعة كنوع من النفاق أحيانا بعض المنافقين، ولكن أنت في الليل في بيتك بينك وبين ربك، لا أحد يراك، وهذه الصلاة غالبا تصليها في البيت. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني المفروض الإنسان لا يجعل بيته كالمقبرة، يقرأ فيه القرآن ويصلي فيه أيضا الصلوات النافلة. والله عز وجل يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني صلاة الوتر هي سبب من أسباب محبة الله لك، يعني هذا سر أيضا. يعني وأنت تصلي هذه الصلاة أخي الحبيب تختم يومك وليلتك بهذه الركعة الوتر المفردة، يعني تذكر أن هذا العمل يقربك إلى الله، وهذا التقرب يكسبك محبة الله. هل يوجد أجمل من ذلك؟ يعني هذا سر عظيم جدا يدفعنا ويحركنا أن نهتم بهذه الصلاة، لا نغفل عنها أبدا، وبخاصة أنها سنة مؤكدة، يعني سنة مؤكدة، ليست مجرد أن النبي صلاها مرة ومرة لم يصليها، لا، النبي حرص عليها لأنه أراد لنا الخير صلى الله عليه وسلم. فهذه الأسرار أخي الحبيب تجعلني يعني أنا شخصيا أحرص على صلاة الوتر، لا أتركها مهما كلف الأمر. حتى الإنسان وهو على فراش الموت يمكن أن يصلي، حتى لو كان على فراش الموت بعينيه إذا لم يستطع أن يحرك لسانه أو يديه. فهذه الصلاة أخي الحبيب مهمة جدا، احرص عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام، وأسأله عز وجل أن يتقبل منا هذه الصلاة، وبخاصة إذا أديناها بخشوعها. أنا أؤكد دائما على ضرورة الخشوع في الصلاة، يجب أن تخشع، يجب أن تستيقن أن الله قريب منك، يجب أن تستيقن أن الله يراك وأنت تصلي، أن الله يخبرك أنه يحبك وأنت تصلي هذه الصلاة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تخيل أن الله سبحانه وتعالى هو في برحمته وعلمه هو الذي يجعلك تسمع وتبصر بعلمه وبإرادته ورحمته سبحانه وتعالى، ويكون معك دائما يشرف عليك. تخيل أن الله العظيم الحليم الكريم، هذا الإله العظيم، هو يكون معك عندما تسمع، عندما تبصر، عندما تفعل أي شيء. هل يوجد أجمل من هذا العمل؟ نسأل الله عز وجل
أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.